في صورة مبهرة لضابط شرطة الملازم أول محمود منصور في كمين كفر شكر، هو رفض رشوة بعد أن ضبط تمثالا فرعونيا. هنشوف صور للتمثال. الملازم أول محمود منصور معانا. ملازم محمود أهلا بيك. مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير، اهلا بيك. قول لنا الموقف اللي حصل اللي صادفته بهذا الشكل واديت واجبك الوطني، اتفضل. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، انا بمسي على حضرتك وعلى الساده المشاهدين جميعا وعلى مصر كلها، وده يعني ده واجبي طبعا، ده اولا يعني. بالنسبة للموضوع يعني حضرتك يعني شايف ان هو واخد تضخيم، مع ان ده شيء طبيعي جدا بالنسبة لأي ضابط او اي فرد في وزارة الداخلية. طبعا اكيد، بس كمان لما تبقى في صورة مضيئة ومبهرة هنسلط الضوء عليها، يعني لانه هو طبيعي، لكن كمان علشان الناس تشوف وتقتضي بده بفكرة انه مفيش حد يضعف امام الرشوة، وكمان تشوف ان الضابط يؤدي واجبه مهما كانت التهديدات من ناحية او المغريات المالية من ناحية اخرى. فحضرتك ايه تفاصيل الواقعة؟ هو طبعا التفاصيل بتاعة الواقعة حضرتك هي بتتناولها النيابة العامة الان، وبالنسبة للواقع يعني ملابساتها أو ظروفها الكلام ده كله مش هقدر طبعا، لأن حضرتك الموضوع لسه في النيابة العامة في حيز التحقيقات. أما بالنسبة لحضرتك بقى لواقعة الضبط نفسها، إن الحمد لله إن توجيهات السيد الوزير طبعا إن لازم إن كل ضابط يقوم بدوره على أكمل وجه، وإن طبعا زي ما سيادته صرح وقال لنا وفي جميع الاجتماعات قال إن حضرتك إن في أخطاء بتتصيدها الناس المغرضين اللي سيادتك عارفهم وبيتناولوها بصوره مش كويسه يعني. تمام؟ فطبعا حضرتك ان الحمد لله ان الواقعه حصلت، بادي عملي بدو يعني بحاجه عاديه جدا جدا جدا، والحمد لله ان احنا الواقعه ضبطت في كمين كفر شكر زي ما حضرتك تناولتها الصحف، يعني فعلا الواقعه صحيحه، ويعني الحمد لله. انه في التمثال اللي احنا شايفينه ده، فلما حضرتك ضبطته فعرض رشوة علشان تتجاهل الضبط يعني. تمام، هو فعلا بدأ معايا بان هو يعرض عليا الرشوة ديت وربنا وفقني. طبعا هو بدأ يتدرج معايا المبلغ الا ان وصل مليون دولار فعلا، وانا الحمد لله قدرت ان انا اسجل تسجيل فيديو للواقعة، وطبعا سجلت فيديو لمساومتك بالرشوة يعني. تمام، هو عرض الرشوة طبعا اثناء الفحص وتم الاستيقاف والفحص طبعا بناء على مسبب قانوني، لان ما كانش فيه تراخيص مع قائد السياره اللي هو بيدعي ان هو مدير شركه استيراد وتصدير يعني. فطبعا بما ان انا اتحفظت على العربيه في الحرم الامن للكمين تم عمليه يعني تفتيش وقائي، فطبعا تم الضبط وبدات المساومات يعني. وصلت لمليون دولار. عرض المبلغ فقال لي هستاذنك هعمل تليفون، وانا اتمكنت الحمد لله ان انا اتوجه للمكتب الخاص بيا في الكمين، ويعني عملت خطيه الفيديو صوت وصوره، وقدرت ان انا اكلمه واشوف مثلا هو جاي مع مين او الحاجات دي راحه فين. والحمد لله يعني رغم كل التهديدات اللي هو قالها وقال ان الحته دي تقيله والناس مش عارف يعني ناس مهمين والحته دي راحه بره، فانا طبعا مش ناس تاخد تاريخ بلادنا واثار بلادنا طبعا بملايين ومليارات واحنا تبقى الحاجه كده نضحي بيها، لا ده احنا نفديها بعمرنا وبروحنا طبعا. نموذج بطولي بحييك عليه ملازم اول محمود منصور، احييك على ده. يعني هو بدا معاك بالتهديدات سيف المعز وذهبه، يعني ابدا بالسيف تهديد وبعد كده بالمغريات الرشوه وصلت لمليون دولار بعد ما لقى ان التهديدات مش جايبه معاك. تمام يا استاذ وائل، وانا طبعا الحمد لله اول حاجه تبادرت الى ذهني كلمه السيد رئيس الجمهوريه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الكلمه اللي قالها ان الناس بتعايرنا باخطائنا وان الناس بتوجعنا
باللي احنا فيه او اللي احنا بنعانيه، لكن انا بقول لشعب مصر كله ده شعب عظيم، وشرطه مصر شرطه محترمه وشرطه تستحق التقدير، وشرطه فعلا يعني ينبغي ان الناس كلها تتفاعل معاها وتحترمها وتعزها وتقدرها. وارجو ان لو في اي خطا في اي مؤسسه في الدوله، مش في مصر بس، في العالم كله اكيد في اخطاء فرديه، فارجو من الناس كلها ان الخطا الفردي ما يسوقش للجماعه، لان الشرطه قدمت شهداء كتير وما زالت بتادي وهتادي، وانا مستعد ان انا اكون شهيد من ضمن الشهداء اللي شرفني ان انا اكون زي اقل واحد فيهم. وانت الحقيقه يعني قمت بعمل بطولي صحيح، هو يتسق ويتفق مع ضمير اي موظف هكذا يجب ان يكون اي مسؤول، لكن طبعا لما تصل يبدا بالتهديدات وتصل المغريات لهذا المبلغ الكبير، لما تبقى فيه الصوره المضيئه وهو رفض الرشوه، فالحقيقه صوره مضيئه بحييك عليها وبنقدمها للناس كنموذج. بتوجه لك بالشكر ملازم اول محمود منصور، وهو سجل وقعه الرشوه، يعني شوفوا ده النموذج المضيء اللي هو لا يخاف من تهديدات ولا يضعف امام اغواءات سواء كانت ماليه او غيرها. والقطعه اللي احنا شايفينها او الاثار اللي احنا شايفينها دي اللي هنشوفها على الشاشه تاني، يعني كمان ثروه بلدنا، وبالتأكيد كمان مواجهة عمليات التهريب هي في حد ذاتها، يعني كشف ده بس في حد ذاته كمان مهمة وطنية نجح فيها، ومقاومة التهديدات والإغواءات أيضا مهمة لا تقل.